الشام في لحم أخضر كل واحد في صحر السبع تصحى دم وحبار وطابة في ورقة محصن سيدي البشير يا خريف الرح شوف حالي رديف الدقلة فارجينا هتزوها من حينا باعوها بالدينار على سور دي القنطار سيدي البشير خريف الرح شوف حالي رديف الدقلة فارجينا هتزوها من حينا باعوها بالدينار على سور دي القنطار والشمس دري بالكرتوش وسقي بالدم ترابي هيكم روحي فدوى لفتي يا رضا جديد ثورة مزبوط ثورة خش على مني عملي على الحرية والديمقراطية وباش نترو بلا وفي بلوس في فيسبوك فهمتني يعني كرامة 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 لا حاجتنا بفلوس لا بشغل بعد شيء كرامة أو بليز السا ما حاجتنا بعد شيء عطينا حريتنا ودق بغلطية ولا مصلي يعني بي يا رجال ما فقيني في شيء ذي ولا ليه الله يرحمك يا أبو عزيزي ربي فضلك لنا أخويا يا دي روحك راي عند ربي سبحانه أنا مانيش مناضل ولا ناشط سياسي ولا حقوقي ولا مي نزيد نشوف حاجات كيفنا كيكا وما نتكلمش ياسر وليت يعني نولي عبارة شريك في الجريمة اللي قاعدة تعمل ضد الشعب التونسي كان ما خبي تحت شوافير عينيا ما نرقد كان ما نحلم بي فرطت وفير هو شنو اللي صار؟ يجي نحكي لك هو اللي صار أنه المناطق المعزولة والمهمشة قاعدة تحتج وتثور والمعني الطبقة الوسطى المثقفة الكونيكتي اللي ما عندهاش مشاكل بتاع فقر وبطالة قاعدة تثور كيف كيف وبدينا اون سينكرونيز مع بعضنا قاعدين نقربوا مع بعضنا شنو الشرارة اللي شعلت النار هي محمد البوعزيزي الله يرحمه وقت اللي جاء محمد البوعزيزي العبيد الكل هاجت هجة واحدة علاش على خاطر في سيدي بوزيد معنى انا نعرفه من سيدي بوزيد انه ما كانش محبوب برشا بوعزيزي يعني برشا يكرهوه وبرشا ما يحملوهوش لكن الحركة متاع تشعيل النار في بدن العبد عندها معنى كبير ياسر والعبيد قالوا كان ما نتكلموش على روحنا تو رانا مانيش نتكلموا رانا بشي عفسونا معناها بشي دمرونا ومانا واصلين لحتى شيء وفي نفس الوقت كان عندنا اصحابنا اصلهم من سيدي بوزيد عزيز عمامي صاحبي اللي توقف مع سليم عمامه اصله من سيدي بوزيد ومعناها والعبيد اللي ياكلوا في الضرب واللي يتمرمدوا فاميلته يعني وصل خالته البوليسية كركروا فيها من شعرها في الشارع يعني ما عادش نجم يسكت فهمتني شغل التونسي كرامته
خبزة التونسي كرامته، قدره كرامته، وعيشته كرامته. فهمت؟ كلمة كرامة عند التوانسة نجم تلخص فيها ميثاق حقوق الإنسان بكله. في اللحظة هذيك ما عادش عندي الحق باش نخاف. وقت اللي صار ما صار، ما عادش عندي الحق باش نخاف، بالخصوص وأنه الغل والحقد اللي ولا عندي من داخل ما كنتش شوف فيها عند حتى حد، عند حتى حد واحد آخر. وهكا ولا هكا ما غير ما نستنى حتى حد يتحرك، لازم فما واحد يتحرك. وبما أني واعي ونعرف لازم فما واحد يتحرك، شنو يمنع من نكون أنا؟ في 24 ديسمبر تم إطلاق النار على متظاهرين في مسجد بوزيان وزوز استشهدوا. نهارتها كما الناس الكل قعدت نستنى في الخطاب بتاع سيادة الرئيس. أيها المواطنون، أيتها المواطنات، لقد تابعت بانشغال ما شاهدته سيدي بوزيد من أحداث خلال الأيام المقضية. أيها المواطنون، أيتها المواطنات، قد قررنا أن نظهر يعني يعمل لك 10 دقائق كيكة بالعربية الفصحى، لغة خشبية، ما يقول حتى شيء عبر مختلف آليات التشغيل وبرامجه. ورغم الصعوبات بن علي ليلتها منرفز، باين منرفز ويرعش ويهز في ديه ويحط وضرب الميكرو بيده. مومون دوني بعد عاود دخل بعضه وعاود ضرب الميكرو ويدق على الطاولة كيكة، والتليفون وراه يسوني، هو يخطب وقام التليفون يسوني من وراه من البطالة، فإنه يبقى مصدرا للتفاؤل بالمستقبل. وليلتها أنا بديت نقول أنه الشعب التونسي ما عادش كيما قبل، خاطر ليلتها برشا ريت برشا برشا عباد. أنا كالعادة نواكب على الانترنت خاطر وسائل الإعلام التقليدية فايح معناها، نشوف في العباد تبدل في الفوتو دو بروفيل متاحها على فيسبوك، صورة البروفايل تحط في تليفون أحمر ينوقز يسوني. يعني بالنسبة للعباد الكل المساج وصل، السلطة بدأت تضرب في بعضها. قاعدة نستناه في اعتذار، معناه أنا أخويا مات، ولد عمي مات، اللي هو إنسان كيفي كيفه، معناه أنا مت. أقل هنا نسمع من السيد اللي شدد زمام الدولة اللي قاعدة تقتل، أقل حاجة نسمع منه اعتذار. ما اعتذرش، بالعكس قال باش نصرفه بكل حزم. أنا في اللحظة هذيك مشيت حليت تويتر وحليت الفيسبوك وقلت يا سيد يا مخلوق يا بن علي يا مخلوق، انطلاقا من اليوم قانون الفانديتا بيناتي أنا وياك. من وقتها كان عندي تمشي قبل، اللي هو التمشي ما تواجهش أما دور أضحك على البوليس وأضحك على الحاكم وأضحك عليهم واحتج من غير ما تدخل في مواجهة مباشرة معه. البوليس السياسي نعرفوه، خاطر انا على الاقل عندي 3 سنوات عايشة معاهم، كانوا يتبعوا فيا كل يوم لدرجة انه صارت فما علاقة بيناتنا. واحد يتبعك كل يوم في الاخر تولي تقول له عسلامة وصباح خير، معناها فما بوليسية انا افتقدتهم توا، خاطر ما شفتهم، شفت برشا من أمن الدولة اللي كنت راهم ديما قدام الأحزاب، مقرات الأحزاب المعارضة ولا قدام مقرات الأسوسياسيون. مؤخرا حتى دونت على حوار صار بيني وبين واحد من أمن الدولة، أنا كنت ماشية في الشارع
هو من بعيد يعني كلمني وجاني فرحان ويحب يسلم ويقدم اعتذاراته. هما كانوا يراقبوا كل الناشطين السياسيين اللي ناشطين يعني على الميدان وعلى الانترنت، كانت مهمتهم المراقبة وكتابة الريبورتس على النشاط، وساعات حتى يستعملوا العنف. قديه عمرك انت عندك الأجر؟ مانيش صغيرة، انا 27 سنة يعني كمان 27 سنة مش شوية. نعرفش، انا نتصور خاطر من الحاجات اللي عاونتني هي الانترنت، خاطر خليتني نتكلم وخليتني نتغلب على الخوف متاعي. زاد في نفس الوقت اللي كنت فيه شانع وشاعل على الانترنت، كنت شانع وشاعل في الشارع، في القهاوي، في الحانات، في الكيران، في المترو، في اي مكان، في كل مكان. كنت نوصل حتى نبدأ في مترو، أول ما نسمع أقل واحد جبت كلمة سيد بوزيد نمشي له ونرد حوار علني مفتوح ونشارك فيه أكثر ناس، ونبدأ نقاوم ونحاجج بالضد في الحجج متاع الدولة والحجج متاع البروباغاندا الحكومية وكل شيء. طيب وين يعني كان الخوف؟ ما كنت تخاف؟ ما كنت... ليه؟ في اللحظة هذيك فما جنون صغير صار لي، لأنه موت، الحكايه فيها موت، الحكايه فيها ناس ماتت. سي انا متعصب متعصب انا. واو مش اول مره بين الاعتقالات والتعذيب. الاعتقالات والتعذيب تصير الناس مشيت عارفة روحها شنايا تعمل وتتحمل في مسؤوليتها، وناس معناها في إطار معين. مانيش نبرر في الموت متاعها، بالعكس موتهم جاب خيار حياتي نضالي كبير، استشهاد كبير. أما هذوما اللي ماتوا، ما التونسي العادي السياسي ما يعني لوش حاجة كبيرة. قبل السياسي بالنسبة ليه إنسان اختار وجهها في الحياة وهذيك مسؤوليته، أما التونسي العادي اللي هو السياسي اللي اختار وجهه في الحياة لا حتى شيء، ما هوش ماشي باش يموت، معناه ما كانش في ضمن الحسابات متاعه. ظلم هبط عليه هذاك، من معناه من أوله لأخره راهو بيناتنا وبين بن علي. لهنا نحكي معناه نسمح روحي نحكي باسم الشعب التونسي اللي هو شعب هادئ، ما هوش شعب جبان كما يعتبر البعض. الشعب التونسي ديما في تاريخه يعمل اتفاقيات حياة ما بينه وما بين الحكام متاعه. انت اسرق، انهب، اعمل اللي تحب، خليني نعيش. اللحظة اللي ما تخلينيش فيها نعيش ونولي انا عدوك وتقتل فيها، نحيلك جد والديك. ما تمشيش السيستم لا يضربك الضوء، اي 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 اي. وكانت تحب تمس وحشي صبعك كفا، ما تمسش السيستم لا يضربك الضوء، اي 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 اي. وكانت حب تمس وحشي صبعك كغو، سيستم كله مشاكل سيستم راهو مالو. وكانت حب تمس هذه في مخي توا لحظة مراجعة، خاطر بن علي لازني أنا باش نفكر يا أنا يا هو في البلاد. مشيت وحطيتها حرفيا بعد ودرت ونحكي في وسط العباد، ملاحظة هذيك كرست روحي. أنا وسفيان شورابي ونجيب عبيدي قاعدين، العصب لهنا، دموع في القاعة. يا ولادي لازمنا نعملوا حاجة، لازم نحركوا حاجة. تونس العاصمة ما زالت ما تحركتش، ما لازمش يقعدوا وحدهم، ما لازمش الحكاية تطفى كما هكاك. ولينا عملنا حدث على الفيسبوك، مظاهرة 25 ديسمبر.
كنا واعين يعني بدور الانترنت، خاصه كي شفنا التحركات اللي صارت في ايران قبل، وكي شفنا حمله خالد سعيد في مصر. يعني شفنا اللي الانترنت نجم تعمل، يعني تستعملها to mobilize people. يعني واعين بهذاك، ما كناش نتصوروا انه الامور باش تصير بالسرعه هذيك. تفاجئنا بسرعه الامور. وين 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 الاغنيه معروفه، وين الملاي، وين 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 ولاد الجبل، وين هما ما يسكنوا في الجبل الاحمر. منعش ما فهمتش بالكدا، ما ظهر يقولوا ما تصدموش علينا رانا موحلين، نتاع ما تهاجمونيش رانا معنا مجرم، نقولوا نحنا رانا معنا متفوض، ما تنجموش تربحونا. علاش الشعب هو اللي عمل الثوره مش الاحزاب ولا الليليت؟ على خاطر الاحزاب والليليت مشكلتهم في قله حريه التعبير، وفي انغلاق الفضاء السياسي، وفي الانتخابات الغير نزيهه. لا، الشعب مشكلته بوليس اللي يضرب فيه، يعني سي بوكو بلو ديريكت. اش خلى الليليت والاحزاب تحكي على الديكتاتوريه والنظام الشمولي والفاشيه؟ حاجات هذه الشعب ما يفهمهاش. الشعب يفهم اش بيك تضرب فيا، فهمت كيف؟ والشعب هو اللي حط صبعه على المشكله الصحيحه اللي هي الديكتاتوريه والفاشيه النظام البوليسي. أيها المواطنون، أيتها المواطنات، يا حرام الرئيس بن علي، سيطبق القانون على هؤلاء بكل حزم. أنا فهمتكم يا نعم، أنا فهمتكم. يا اما هتكوني مسؤوله عن نوع البلد اللي انت عايز تعيشي فيها، او يا اما بقى تقعدي ساكته طول الوقت وتصوتي، او تسيبي البلد تروحي لندن او دبي زي ما ناس كتير ما عملت. اسمي محمود سالم، انا بلوجر وعلى تويتر وناشط حقوقي وثوري وكل الحاجات الحلوه النميره اللي بتتقال دي. في المعارضه بقالي حوالي 6 سنين من 2005. كنت تقريبا اشهر بلوج موجود في مصر بيكتب بالانجليزي لفتره طويله جدا. ولما حصلت الثوره، يعني كنت دايما في كل المظاهرات والفعاليات اللي بتحصل يعني، ولما حصلت الثوره كنت من اول يوم بقى في الليله، كان يوم 25 بقى، وقلت ننزل نلعب مع البوليس وكده. انا مش متاثر بحد، احنا الدور اللي احنا عملناه ما كانش دور احنا فاهمينه اساسا، ان كل حاجه حصلت اورجانيكلي بطريقه طبيعيه تفاعليه لوحدها كده.
فانت مثلا في الاول لما بدات تكتبي علشان خاطر ما فيش حد بيتكلم في الاراء اللي انت بتتكلمي فيها في الاخبار اللي بتتكلمي فيها. بعد شويه بتلاحظي الناس بتيجي لك علشان تعرف الاخبار. بعد شويه بتبداي تعرفي تدخلي مثلا في المظاهره فبداي تتكلمي على فكره ان يبقى في مظاهره هنا ومظاهره هنا وكده، فانت بتبقي المكان الناس بتجي عشان تعرف معلومات. بعد شويه يجي لي حاجه زي فيسبوك، ففيسبوك يساعد ان انت تنشري الاحداث اكتر، وتويتر يساعد ان الناس تعرف اللي بيحصل اسرع بدل ما يضطر يستنى لحد ما ترجعي البيت وانت تكتبي حاجه والناس تقراها. فولقت انت الحاجات انت تتكلمي فيها الاعلام اضطر ان هو يتكلم فيها عشان ده بقت الناس تتكلم فيها. وبدات تلاحظي ان الجرايد مثلا بقت تستخدم اللغه قريبه من اللغه اللي انت بتستخدميها عشان خاطر بقى تفهم ان دي اللغه اللي الناس بتستخدمها. الوطني وابتدوا يهجموا على الناس المعتصمه في التحرير. فيسبوك ويوتيوب وتويتر والحاجات دي هي الحاجة الوحيدة للإعلام الحر. في فرق بالنسبه لي لما بنبص ثوره تونس وثوره مصر، ما فيش في تونس كان التراكم والزخم السياسي اللي كان حاصل في مصر، فكانت مفاجاه بالنسبه لنا. فمصر بقى لنا 10 سنين بالذات، يعني اكيد في السبعينات والخمسينات وكل حاجه، بس 10 سنين من التراكم، حركه ورا الثانيه، انتفاضه ورا كفايه، ورا حركه قضاه، ورا عمال، ورا حركه ضد التعذيب، وكلنا خالد سعيد، وحركات مختلفه، كل ده ومش قادرين نعمل حاجة من اللي حصل في تونس. كان وقتها نقدر بقوة نقول إنه حقيقي يوم غضب، يوم 25، ونقدر ندعي لحاجة قوية. ده كان مدينا إحساس بالقوة والزخم، وإنه احتمال يبقى بنعمل مفاجأة، وإن الناس اللي بتقول إحنا بندعي اليوم الثورة المصرية كان بيضحك عليها، يعني الناس بتضحك علينا لما بنقول ده. وكنا إحنا كمان بنقول خلينا متواضعين، إحنا بنحاول بس نحشد ليوم نسقط فيه العدل وقد نسقط الحكومة. يعني أكيد يعني تغيير النظام يعني مش في الذهن. أنا المكان اللي أنا كنت الخيمة بتاعتي فيها كان قصاد تمثال عمر مكرم على الصينية بتاعت ميدان التحرير. كان ده الخيمة بتاعتي في المنطقة دي. يعني كنت كل يوم الصبح الساعة 9 أروح عند مجلس الشعب، متوقع في حد يروح يولع نفسه. تقريباً في 3 أو 4 ولع في نفسه. وكالعادة الأمن يقول لك مختل نفسياً. أصل بنته هربت من البيت فولع. فيعني وكان طول الوقت التصريحات بتاعت إن الناس إن الثورة بتاعت تونس مش هتتنقل لمصر من المسؤولين. وابتدت الناس على الفيسبوك تجيلها حالة هستيريا بتاعت بلاش تولع في نفسك، انزل يوم 25، ما تولعش في نفسك، انزل يوم 25، اللي انت تولع في نفسك مش ده الحل، انزل يوم 25 وده هيبقى الحل. وكلها كانت حاجات بتصب في مصلحة اليوم ده من غير ما حد يقدر يرصد بالفعل، يعني حد قدر يرصد بالفعل اللي دي بداية ثورة. يوم 24 كنا بنجهز لمسيرة 25، فكنا أعلننا على استخدامنا صفحة كلنا خالد سعيد والصفحات مختلفة 20 مكان. كان الهدف هو تشتيت الأمن، إحنا كنا ناويين نتحرك من مكان واحد.
أنا مثلاً كنت مسؤولة عن 7 أشخاص. بالتليفون اتفقنا إنه هنتقابل. اتقابلنا بعد قابلت 7 أشخاص دول، كل واحد فيهم مسؤول عن 10 أشخاص. 7 أشخاص دول قدرت لما قابلهم، مش عن طريق التليفون طبعاً لأنه في التليفون هيبقى متراقب، لما قابلتهم وجه لوجه وقلت لهم إن إحنا هنتقابل في ميدان الجيزة. كان في اهالي ونشطة، بس انا الفتاه الوحيده عموما اللي واقفه قدام. كان في سيده اخرى بتحاول تكون موجوده بس اضطرت بعد كده تستخبى ورا متاريس لانه تساقط في الناحيه اللي هي كانت واقفه فيها ناس كتير قوي، فضلت انا الفتاه الوحيده تماما اللي موجوده قدام. اللحظات بقى اللي هي لازالت تطاردني يعني لحد دلوقتي، اللحظه اللي فيها واحد يقع ويمسك في ايدك ويقول لك انه اخذ رصاصه في فكه وبيعتقد انه ودنه بتنزل دم، فاوطي عليه واخلي زميلي يوطي عليه بمنتهى البرود. يعني انا حتى بتخيل دلوقتي ازاي ما قدرناش نديله التعاطف اللي هيحتاجه واحد في لحظه زي دي. بس حقيقي ما كانش، ما اعتقدش ان احنا حتى كنا بنتصرف بشجاعه، احنا كنا فصلنا وعندنا اصرار شديد انه بما انه على جثثنا فعلى جثثنا هندخل، اللي وقعوا دول هندخل على جثثنا وجثثهم هندخل التحرير.25 بالنسبة لي كان يوم عادي جدا، المفروض اللي النشطة هيعملوا مظاهرة أقصاها هيبقوا 1000 واحد، الأمن هيحاوطهم وبعد 2 أو 3 ساعات هيمشيهم وخلصت خلص اليوم على كده. بس كمية الناس العادية اللي ابتدت تلتحم بالمظاهرة وابتدت وتتفاعل معاها وتعلي سقف الهتافات وتعلي سقف، يعني ناس كانت نازلة علشان تصرفات الشرطة معها، نازلة علشان التعذيب، نازلة يعني نازلة القواضي بالفعل هي تهم كل الناس عشان الشرطة في الوقت ده كان يعني كانت توحشت يعني في كل المناطق. في نفس الوقت كنت بعمل بث مباشر لمصر اليوم. لازم ابقى واقف قدام، لازم ارصد انتهاكات الضباط، فانا مصور فيديوهات الضباط وهي بتضرب القنابل عمدا يعني على الـ على الـ على الـ على المواطنين، يعني الغاز، ضرب الغاز طول الوقت بتضرب لفوق مش بتضرب للمتظاهرين في صدرهم. يعني انا في اليوم ده اتصبت مرتين، مره خدت قنبلة غاز في رجلي من هنا، والمرة التانية خدت خرطوشة رش 21 رشاية في رجلي اليمين. من رغم بجد برغم من الإصابة ومن رغم من الحالة دي، بس أنا مكنتش عندي استعداد اللي أنا فوت لحظة واحدة من اللي بيحصل، اللي هو أنا رحت يعني كمية انتهاكات بتحصل، كمية دم، كمية غضب أنا مش قادر أفهمها. الناس بتطالب، الناس طول الوقت بتقول دي مظاهرة سلمية، هي مش عاوزة حاجة غير اللي هي تسقط النظام، وبيواجهها عنف لا نهائي، ولو أنا ما وثقتش ده أنا متأكد إن مفيش حد تاني هيصور. يا ولاد الكلب، يا ولاد الكلب، يا ولاد الكلب، لا 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 لا.
في قاعده في الحاجات في التصوير يعني ان لما بيبقى فيه اشتباكات ما بيبقاش فارق قوي كواليتي بتاع الحاجات، غالبا الصور تبقى كلها مهزوزه. بس قد ايه هي مهزوزه وقد ايه هي قادره تنقل اللي بيحصل؟ يعني في فيديوهات انت ما تفهميش اللي بيحصل، هي ناس بتجري والصوره عماله تروح وتيجي، وفي فيديوهات الصوره مهزوزه قصادك بس انت قادره تشوفي الضابط وهو بيضرب النار، قادره تشوفي الشبكات اللي بتحصل. فلا بتفرق. في فيديو في اسكندريه متصور من بلكونه، بنتين هما اللي كانوا بيصوروه، الولد رايح يفتح قميصه قدام الامن وهو بيلف وراجع فضرب برصاص حي ويقع. قد ايه اهميه الصحافه الشعبيه والمواطنين اللي هم يبتدوا يسجلوا الاحداث بنفسهم، اللي هو ينقل صوره لقطه. يعني الفيديو ده مدته ما تتجاوز ال 40 ثانيه بس هو قد ايه فرق مع ناس كتير. الهمك ومنك ومنها تشوف الحال ما عادش مخبي ولا بالمكشوف، شوفنا حديد والدم تشوف برشا حنوشة، تقف في الباق على بعض واطلع في الكوشة، لحومك ومنك ومنها تشوف الحالة ما عادش مخبي ولا بالمكشوف، شوفنا حديد والدم تشوف برشا حنوشة، تقف في الباق على بعض واطلع في الكوشة، عمل زوم على اللحوم شوف الأحوال كيفاش ولات، شوف اشرف كيفاش اليوم ولا يتبع بالكيلوات، فحوم الجانكستا فحوم الشر والأرضال، برشا عباد خرجت تريسكي من اللي كانوا صغار، كل نهار هكا تسمع فلان طاح فلان تحكم، بوس صغار اليوم في الحبس خلى ولادو في اللي تم، تشوف الغبارة تبيح في الريح في حومتي صوبيتيه، وتشوف البوليسي كايس في الليل دمو كارتيه، هكا تشوف ولد الحومة ورا القضبان اليوم مسلسل، عباد بيته في الحبس وعباد فوق الفرش تتكسل، عيشة دمار هذه الخطة وين توصل، ولاد الحوم تفضل. فيسبوك عنده 30% في ثورة بتاع تونس، هكا اللي قام بالثورة شباب تونس. باش نعمل ثورة، عملت ثورة. احنا أول ثورة عملناها هي عملتها تونس. عز شعب تونس، تشوف فيه الشعب هذا كله عز شعب تونس. احنا عملنا أحلى ثورة. كانش من تونس مسيح ثورة. حتى ثورة ما تصير. في العالم الكل ما تصير، ومازالت الثورات باش تصير. مازالت الثورات باش تصير. اما الثوره اللي عملناها احنا احلى ثوره وما تصيرش منها، والحمد لله ربي معانا باش نتعدوا برشا حاجات اخرين لاباس الحمد لله. ما تخيرش برشا حاجات، شويه برك مزيت العبيد خايفه العبيد، ما تحبش تحكي ما تحبش تتكلم، ما نعرفش الناس الكل يقولوا بعد الفوت نتاع الانتخابات نتاع 24 جويي تو نشوفوا وطن نتكلموا، هو ماهيش سفاسة نغمل مونا عبيت تتكلم توا خاطر بعد الفات بعد الانتخابات كل يد تشد اختها، دونك كان حاجة مش تصير هاي نغمل مونا تصير توا. وكثرة الأحزاب اليوم 81 حزب في تونس توا، للبارح 81 حزب وراه في التلفزة، العبيد اش باش تفهم شكون بوغ وشكون كونتر، مين مش تعرف. حبوا الأمن يرجع لتونس، أمن يرجع لتونس باش نزم الناس السعيدية تعيش تفهموا بعض، خاطر بالأمن بلاش امن مشي بلاد، كثروا الامن برشا. كان في امن، كان ديكتاتوريه مش امن، هذاك قبل كان مش لا كان ديكتاتوري قبل، كان ضرب ما فهمش امن ما نعرفش، اللي يدخل في الامن يحس حاجه اخرى فيه. هو تبدلت في حياته حاجه اخرى. متفائل خير، متفائل خير على الاخ، خلي الحاجه الكبيره تنحات، دونك كي يقعد الشعب واعي وفايق ومتبع ما يصير حتى شيء خايب، ما يرجعش كيما كان. بابا للبارح في الليل خلي قلت له كي يجي يعني رئيس خايب، قال لي في دليل هو كل 4 سنين تبدل رئيس، حتى كي يجي خايب 4 سنين باش يتبدل بعد 4 كيما ساركوزي انتخبوه وخايب، اما سكتينا خاطر بعد 4 سنين باش يتنح، دونك ما يهمش الحاجات المفيد، انتخابات كل 4 سنين تبدل بها رئيس وانتخابات حرة ونزاهة. مانيش خايف لا من شنيا باش يصير، لا من شنيا قاعد يصير، مانيش نشوف في الشيء اللي صاير توا كارثة، مانيش نشوف في حتى مدعم مدع الخوف. الاقتصاد مثلا إذا كان باش نخمم في حكاية الاقتصاد اللي هو أكثر حاجة يحكيو عليها العباد، الاقتصاد طايح، مانيش باش نلقاو فلوس، السياحة ماهيش قاعدة تمشي.
يا الاقتصاد من وقتاش المواطنين هم اللي ياخذوا في الفلوس نتاعو؟ الاقتصاد من اصله في تونس ديما فما عائلات سام كارتلز تاع ناس اغنياء هم اللي ياخذوا في كل شيء. احنا الناس الفقراء، الناس الزواولة، الناس البسطاء بطبيعتنا فرد خبزه ناكلوا فيها البارح ناكلوا فيها اليوم، فرد مدخول ندخلوا فيه البارح ندخلوا فيه اليوم، فرد دخان نتكيفوا فيه البارح نتكيفوا فيه اليوم. ما كي تطيح تسمه كي تطيح السياحه ما يتمثلنا حتى شيء، وكي تطلع السياحه ما يتزاد لنا حتى شيء. فهمت؟ الاقتصاد اللي قاعد يطيح في المرحله الحاليه هو الاقتصاد نتاع الغنيه. الغني اللي كان باش يربح 50 مليار مسكين باش تراسل ويربح 20 مليار كهو. احنا في بندرلان عايشين الهان في الهان غطي شوشة في الحرية بار 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 بالامن والامان يحيا هنا الانسان كما قال الصوفية. احنا في بندرلان عايشين الهان في الهان غطي شوشة في الحرية بار 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 بالامن والامان يحيا هنا الانسان كما قالت صوفيا. قبل كنت اكثر حاجه نجم نعملها باش نعبر على رايي اني نكتب حاجه على فيسبوك ولا على تويتر ولا على البلوغ ولا على فوروم ولا على الانترنت. توا نجم نتكلم في التلفزه، نجم نتكلم في الراديو، نجم نعمل جمعيه. قبل ما كنتش حتى باش تكون جمعيه ما تنجمش في تونس. قبل ما كنتش تنجم تنظم حفله كان ما عندكش اصحابك في الحزب ولا في السلطه. قبل ما كنتش نجم تعمل اجتماع، ما كنتش نجم تعمل مظاهرة. تو وقت اللي تحب تتظاهر تهبط تتظاهر، وقت اللي تحب تكتب حاجة تكتبها، وقت اللي تحب تكون جمعية ولا حزب ولا تنجم زيادة، تحب تعمل نقابة تنجم. قبل حتى اللي تنخرط في النقابة يولي يغزروا لك درا كيفاش ويخافوا منك معناها، فهمتني؟ تو هذا كله تبدل ونجموا نكونوا نحنا معناها نكونوا عنصر فاعل في صنع القرار السياسي والاجتماعي والاقتصادي وكل شيء في البلاد. فرحانة ومش فرحانة. فرحانة خاطر صحيح بن علي مشى، لكن النظام نتاعو مازلنا نحسو وجوده، قوى الردة ما زلت موجودة. يعني رحيل بن علي كان خطوة صغيرة. أنا توا وليت حتى كلمة ثورة مانيش مقتنعة بها تماما. انتفاضة وما زال ما تمتش الثورة. الثورة وقت اللي نوصلوا نعملوا انتخابات ديمقراطية وشفافة، وقت اللي بالحق يولي ما عادش فما فساد، بالحق البوليس ما عادش يمارس العنف. إلى اليوم البوليس التونسي يقمع في الناس ويستعمل في العنف لحد دلوقتي. احنا ما شفناش منها حاجة يعني جديدة على قديم. هو هو يعني ايه هو هو؟ يعني ما فيش جديد، هو الناس زي ما هي اللي موجودة. ايه الجديد اللي حصل؟ الجديد ان البلطجية هم اللي اشتغلوا دلوقتي، ما فيش حد اشتغل، انما الشغل زي ما هو، الدنيا زي ما يعني. يا ريتها مصارف، ما حدش عارف المصلحة فين لحد دلوقتي. يعني ما حدش لحد دلوقتي عارف المصلحة، هل ده كان في مصلحتنا ولا ضدنا ولا لحد دلوقتي ما حدش عارف الدنيا هتمشي. انت حاسس ايه؟
انا حاسس ان الدنيا زي ما هي، هي كل حاجه بس واحد يروح طالع يعمل ثوره وده يعمل ثوره، بقت خلطبيطه. طب شو الخوف الاكبر اللي عندك يصير هلا؟ الخوف ان الموضوع يفضل يطول على كده، لازم تتلاقي لها حل، يا اما الانتخابات، يا اما مجلس الشعب، يا اما انما لو فضلت على كده هتبوظ، هتلاقي كل حد بيطلع بمظاهره كده. احنا قدامنا سنتين من يعني المعارك الضريه حتى نبتدي نقول انه بقى في شيء من الحريه. احنا الشعار كان تغيير حريه عداله اجتماعيه او عيش حريه عداله اجتماعيه، كانوا هم دول الشعارين. احنا عملنا شيء من الحريه هامش مش كبير لسه. الاسس الحقيقيه للحريه ولا ممارسات حريه ولا ضمانه لدوله مدنيه والحقوق مدنيه ما تأسستش، ما تحطتش لسه، وترسختش لسه، ومش هتترسخ واحنا بيحكمنا عسكر. المرحله اللي احنا فيها اكتر من اي حاجه اكتر مرحله، عشان سهل جدا ان انت تتوحدي ضد حاجه زي مبارك، تتوحدي ضد حاجه زي امن الدوله، بس اول ما تخلصي من الحاجات دي كلها يا اما تلاقي حاجه تتوحدي ضدها وتبقي فكرك فكره معارضه بس وانتهينا، او تبداي تواجهي المشكله الحقيقيه. العدو بتاعك دلوقتي بقى المجتمع، العدو بقى احنا، ان احنا كل الوحده اللي كاتبنا دلوقتي تحولت الى انقسامات. فانت لازم دي الفكرة الحقيقية، ان انت تحاولي توصلي لنوع من طريقة ان انت تأكدي ان البلد اللي انت عايشة فيها في الاول وفي الاخر ما فيهاش مواطنين درجة اولى. والمشكلة ان كل الناس اللي بتلعب على مستوى ان في مواطنين درجة اولى، يعني الجيش مثلا شايف المواطنين درجة الاولى هم المصريين اللي من اهالي مصرية ومتجوزين مصريين، والباقيين كلهم ملكلة بدرجة تانية. مثلا الاخوان المسلمين شايفين ان او السلفيين شايفين ان المسلمين هم الدرجة الاولى والباقيين كلهم ملكلة. الياسريين شايفين ان العمال والفلاحين هم اتنين درجه الاولى والباقيين كلهم ملكلة. المثقفين شايفين ان الناس اللي بتقرا وتكتب هم اتنين درجه اولى والباقيين كلهم ملكلة. انا شايف ان مفيش حد من كلب. خوفي الأكبر إن نعود ونرجع للديكتاتورية، أي نوع متاع ديكتاتورية، يعني نجم نرجع لديكتاتورية التجمع اللي هو حزب بن علي اللي بدأ يكون في روحه في أحزاب أخرى وكل شيء، نجم نتيحه زادة تحت ديكتاتورية متطرف تطرف ديني. هذا نخاف من كل ما هو تطرف وديكتاتورية. كونش نقابلهم هما نسمع بحاجة اسمها اسلام الطرف. انا هاني عايش في تونس وهاني شوفها، اذا كان اي نوع من انواع التعبير عن اسمع عن انتماء ديني معين بخصوصيات الانتماء الديني هذاك باش يولي تطرف على الدنيا السلام. راهو شخصيا معناها مانيش متدين ومانيش يمكن عندي علاقه متباعده شويه مع كل ما هو دين وكل شيء، لكن ما نجمش ننكر
الطبيعة المسلمة للشعب اللي عايش في وسطه. وإذا كان من ناحية أخرى، إذا كان أنا عديت حياتي ندافع عن الديمقراطية، لازم نتحمل مسؤولية كلمة ديمقراطية ونتحمل نتائج متاع الديمقراطية. إذا كان الشعب اللي عايش معاه عنده خلفية مسلمة كبيرة ويحب يسير أموره بخلفية مسلمة، إيش باش نعمل له أنا؟ نمشي نحط عليه ديكتاتورية من أول جديد؟ مانيش أذكى من الشعب ومانيش خير منه. شعوبنا التي تحتذر تناجي المهدي المنتظر، حكامنا ينددون يرغون ويثبتون، يضربون قيسا بمذل والأكراد بالبربر، كل زعيم بطل كجرونديزر وجونجر، يحملون الغصن الأصفر وبندقية الخوف والمفر، سنندد لن نساوم، سنطبع لن نفاوض، لن نستسلم لن نقاوم، سنعقد القمم، سنندد لن نساوم، سنطبع لن نفاوض، لن نستسلم لن نقاوم، سنشكو للأمم، كل يوم نؤتي الزكاة من أكسجين صدورنا، في كل نخب وكل صلاة ندعو لأولي أمورنا، اللهم اغنيهم وافقرنا، ارجعوا أطعمهم لحمنا، فنحن لقصورهم إماء ونحن لبطونهم غذاء، نموت نموت يموت الوطن وتحيا كراسي الزعماء، سنندد لن نساوم، سنطبع لن نفاوض، لن نستسلم لن نقاوم، سنعقد القمم. ما تمسش السيستم لا يضربك الضوء، اي 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 اي، وكان تحب تمس وحشي صبعك كغاو، ما تمسش السيستم لا يضربك الضوء، اي 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 اي، وكانت حب تمس وحشي صبعك كغاو، سيستم كله مشاكل، سيستم راهو مالوك، بعونه بصوابعنا سكرونا الفيسبوك، كان عندك فوزيبل حطو ما بينسقيك، على خاطر السيستم الضربة نتاعو ايك، ما تمسش السيستم لا يضربك الضوء، اي اي اي.